خلف الكويكي بيقول اتوقع بطوله قويه رغم ضيق الوقت. طبعا اخونا خلف من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه يقول اتمنى كل القنوات يتاح لها نقل بطوله كاس الخليج بالمجان. والله احنا نأيد صوتنا لصوتك. مقترح جيد. يعني عمل او تحويل البطوله الى يعني مردود مادي من خلال نقل التلفزيوني افقد البطوله صراحه حلاوتها. يعني لما نقول مثلا اليمن او العراق مع احترامنا لهم هم يطلبون فلوس مقابل النقل امر طبيعي لان يمكن محتاجين مردود محتاجين دعم. لكن اليوم تكلم الكويت مشكوره في خليجي 23 ترى افتحت النقل لقنوات الخليج. اليوم احنا اتوقع الاخوان في قطر يعني ما اعتقد بعيد عليهم يقدمون البطوله بالمجان للقنوات الخليجيه لان بالنهايه ستظهر صوره قطر وقطر مو محتاجه الى والله مليون عشان والله نقل بطوله ولا 500 الف عشان تنقل بطوله. هي اليوم اساسا دافعه 2 مليون حق البطل مليون حق كل منتخب يشارك. يعني ما اعتقد هالمبلغ بيفيدها بشيء. لا الحمد لله منعم عليهم ومو مقصرين دائما. فاتمنى الله يزيد يبارك.